لذلك انتو بناتك لازم تكونوا محتاطين حتى يفرجها رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لك كل هالقد دقت عينهم على هالمنصب؟ طبعا منصب حكومة في ناس تدفع حقه دم وخراب ودمار بيوت. يا لطيف يا لطيف تتلطف فينا يا لطيف. مشان هيك عم بقول لصهرنا انه مو بعيدة اللي عم يصير معه مع مريم من تدبيرهم كمان؟ لك ايه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مثل ما عم بقول لك يا أم طالب، لكن أقسم بالله العظيم من هالليلة هي رح أضع ببتابون وما رح فرحهم إنه يأخذوا هذا المنصب مني، مو طمعاً بالزعامة لكن نكاية فيهم كلهم. إن شاء الله ربي بيقويك وبينصرك على مين يعاديك يا أبو طالب. شو بدي إلك تقبرني؟ أحكي. اليوم إجت لعنا الست نعيمة والحمد لله كبستها لمريم، ومريم صارت تتفتل مثل الغزال بأرض الديار. الحمد لله الحمد لله. وعم تقول الست نعيمة إنه البنت عليها تقل جبال بحالها ما بتحمله. صحيح. لذلك تقبر قلبي، يعني كل هالعصبية وكل هالغضب وكل هالجقارة مو بإيدها. وهي مريم الكبيرة المدللة اللي عملت العماية اليوم اللي كانت بالأسر. ها معك يا أم طالب، الله يعافيها ورجعنا إياها سالمة غانمة يا رب. مشان هيك تقبر قلبي، روح لعندها حاكيها كلمتين جبور بخاطرها، ربي يجبر بخاطرك. إن شاء الله إن شاء الله. قلت لها أعملكم فنجانين قهوة، تفضل يا عبي. لك يسلم ويسلم ويسلم ويسلم، الله يخليك ويحميك يا رب. يخليني وياكم. إيه يا عمو، كيف أختك مريم؟ الحمد لله راقت وهديت بعد التكبيس. يا عبي، مريم سألت عنك. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا مين أهلا وسهلا، شرفتوا ونورتوا. يا مين أهلا قطعنا تفضلوا تفضل 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 على فندي تفضل. يا عم الحال صحن هذا تفضل عمي تفضل تفضل. ملأ ملأ ملأ. بسم الله الرحمن الرحيم. شو هاد؟ شو أبا طيب يا عيني يا عيني. بسم الله الرحمن الرحيم. أظن أنك كريم يا أبو الهول، الله يخلف عليك كل قرش منك. عسل عسل على حلو يا أبو الهول. هذا الشغل مين عمي أبو الهول؟ شغل كريمتنا عمي. أفرح بعبك لك مسعد، بكرة رح تنتفخ كنافة. يا سيدي أنا بحياتي ما أكلت انت هالكنافة. إيه لسه ما شفتوا شي، الخير لقدام. كمان في آخرة؟ إيه شو جيدكن قليلة يا جماعة؟ بكفي أبو الهول بكفي، لأنه انتفخنا انتفخنا كنافة. أعوذ بالله، جيدكن غالية كتير فوق ما بتتصوروا. إيه لا 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 تقولها يا أبو الهول، أكيد فيكن عرق من قبيلة حاتم طيب. حبيبي كرم أبو الهول ما حقله لولا رح يحصل مثله بنوب. يعلم الله انك عم تحكي درار، عم تحكي درار. ريتا مجاري الهنا. قاعد انبسط لك مسعد، انت واقع بين احضان امك وابوك. وهذا كله لسه ما شفتوا شيء. كمان ما شفنا شيء. ما شفتوا شيء. والله. شو الوقعه هي؟ دفشيناها. تفضلوا. واحلى جاد ستاتي بيخدم شواربكم تحت ديات كريمتكم. الله يكرمك، الله يسلمك. تفضل عمي. ما شربت كريمتكم؟ لكن طبعا ولو. تفضل صهري، هاي الاستاتية خاصة لك. يلا يلا عالسريع سخنة. تفضل عمي. اهلين عمي اهلين. يا ميت اهلا وسهلا، تفضل عمي. اهلين اهلين اهلين. يلا تكرم عينك، هاي وحدة ثالثة كمان. تفضل عمي تفضل. صحة وهنا. تفضل عمي. يا رب يسلمهم، يا رب يسلمهم الهي. ما رجع الشاط فاضي صهري، ما خلصنا لسه. وحدة تحت بعدها بايدي بايدي تحت بعدها. كريمتنا. الله اكبر الله اكبر. الله يسلم على جميع. بالله اهلا وسهلا، ان شاء الله مجاري الهنا. على قلبه. هي هي يا زلمة.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أولاد الضلال نسوني محبتي وودادي لعائلتي ولوحيدي. من زمان ما حكيت معه لا حرف ولا سألته شيء. معلش تقبرني، الله كريم. يا أبي هو كل يوم بيسأل عنك وبيقول ما عم شوف أبي. وأحلى جات عوامي بيخدم شوارب. عوامي دو عمي دو. الله أكبر الله أكبر. ايوه حجم الطيب يا ابو الهول اكرم الطيب. هذا كله ها ولسه ما شفتوا شيء. شو رح احكي لك كمان ما شفنا شيء. من ما عملكم ما شفتوا شيء يا حبيبي. انا كله عمي من تحديات كريمتنا العزيزه. الله يكرمك ويكرمك. الله يخلي لي اياه. الله اكبر الله اكبر. شو ام 44 لحتى عامله كل هالشيء؟ الشطاره والمعلميه ما بدها ايدين ورجلين عمي مسعاد. لكن شو بدها؟ نورنا سيد راسي. بدها حركه عمي، حركه وبركه. ايوه لذلك قولوا الله وخلصوا لي جات هالعوامه بقى. الله يرضى عليك ويحميك انت واخواتك يا بنتي. يلا يلا تفضلي اختي تفضلي. غضوا نظركم يا جماعه غضوا نظركم. تفضلي اختي تفضلي حطي القهوه غضوا نظركم. مسعد انت خذ لك نظره. ما عليه. ايش معنى انا بالذات؟ لك شو ايش معنى انا بالذات؟ ما انت العريس شباب خذ لك نظره. ايه يا دافع البلا. نورت منورة بوجودكم اختي. شو مسعد؟ شو؟ شو رأيك؟ بشو؟ لك شو بشو؟ شو قلت بالعروس؟ الله يسلمها لأهلها. موافق؟ اي دخيلكن يا ميمتي دخيلكن يا ميمتي. اي لك شو صرنا؟ زركت. شو؟ زركت ورح موت. بوس ايدك خدي طريق. كمان اليوم لا تشكيله ونص قشطه قبل ما تجي. فتحت قبليتي وزودت النص كيلو كمان. يا حبيبي على هالزركه وزاد الطين بله كمان لما اكلت عنكم. خد لي طريق قبل ما تقول يا حفي انا دم. ابو الهول لحقه لحقه ابو الهول لحقه. بيقوم ينفجر يا رجال. لك ايه احرقك ابو الهول احسن ما احرقك. روحوا هيك يا حريم. يلا يلا العريس مزروك. يا خوفي يكون عم يلعب بديله هو وحرمته. ساعتها راح اطلع بروحه وروح حرمته معه. بس ما تنسى انه مراد ما له قليل منوب. عزيزتي أنا أسعد بك كمان مالي قليل. أنا خايفة يعملوا لنا فضايح عن الرشاوي والاختلاسات والبلاوي الزرقاء. وأنا كمان إلي عليه مستمسكات تزوير نصب احتيال سرقة وخلاف وشي كتير. مو من هلأ من زمان. بعرف كل هالشي بس نحن شو رح نستفيد بهالحالة؟ نحن بهمنا بآخر المطاف نربح المال كاني وشو منقدر نهبش منه ومن مرته. معك حق. أنا بقول نسايره ونشوف كذبه من صدقه بعد كركبت المغفر مثل ما عم يقول. انت هيك شايفة؟ ما في حل تاني حتى نكسب المال كاني. وهو كذلك ماشي. واتركني بقى أنا أخذ راحتي وشمشم شوفي براس مرته لأنها بير أسراره. مو غلط شمشمي. Oh.
ربي شو بدي له هلا؟ معقول ما عود شوفه؟ رح اقول له انه نحن مهاجرين، خلي تورد لحدا غيري من اليوم رايح، ولا بلا ما اقول له خليها لايام احسن. صوت الحصان فياني من عز نومي. وانا كمان يا بي. بجوز شعابر سبيل وبحاجة لمساعدة. ابصر اشوفه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير يا ابني؟ انا شكلي ضيعت طريقي. منين انت يا ابني؟ حمزة الجابري ابو العباس من الإمارية. محسوبك ابو العز. تشرفنا عمي، تشرفنا. خير يا ابني؟ شوفي ارض كيوان وين صارت؟ عمي ارض كيوان هداك الناح. مشكور. شرف عمي شرف. مشكور مشكور. الله يديمك. الله معك. الله يديمك. السلام عليكم. وعليكم السلام. فوتي نامي رح يأذن الفجر. فوتي تصبحي على خير. أمرك يا أبي. أنت من أهله. كان متلبك والدنيا مو واسعة عنده وهو عم يحكي مع أبي. كان بده يشوفني، باين هالشي بعيونه وبلهفته. يا ربي مدري شو بيصير لي لما بحس بوجوده حوالين بيتنا. رجعتني بابا. روحي روحي على المدرسة. شو شايف؟ عجبك الحصان؟ ايه حصان نفيس الله يحمي لك اياه، والله بكل الشام ما في مثله. مسيك اذبحه مثل ما ذبحت اللي قبله. مسيك انا عبد مأمور يا ابو العباس. مين لأمرك تقتلني؟ رح احكي لك قصتي من اولها لتاليها. احكي. علي الامانه يا ابو العباس، شايفك سكتت يا كبير. عليك الامان. اكيد يا ابو ضاي. حمزه ابو العباس بعمره ما خلاف لا مع صديق ولا مع عدو. احكي وعليك الامان. انا زلمه معتر وعلى باب الله، لولا الفقر والعازه ما كنت عملت هالعمله. لا والله، بس عندي كوم عيالي يا كبير ولازم اربيهم. بيوم من الايام اجى واحد وقال لي انه سمعان عن هشام باروتي انه ما بيخيب، وقال لي استغفر الله العظيم. كمل. قال لي انه بيعطيني ذهبتين براسك. منو هذا اللي دفع لك ذهبتين براسي؟ بوس ايدك عفيني من اسمه يا ابو ضاي. ولك انا اعطيتك كمان. يحكي. انا عندي عيال وخايف يأذيهم. عيالك بحمايتي. احكي حاجه تلف وتدور. احكي. اسمه طلال.
ايه اسمه طلال، وقال لي في ذهبتين تانيات وقت بقتلك. شو بيثبت لي صحة كلامك؟ انا حكيت لي عندي يا قبضاي، وليتني قدامك فيك تعمل فيني شو ما بدك. وما لك ليش بده اياك تقتلني؟ قال لي انه في تار قديم بيناتكم، وانك صاحبه من زمان، والشغله اللي محلي فيها انه فيها عرض شرف. لا ما معقول يكون طلال مفكر انه في شيء بيني وبين مال الشام لا سمح الله. لا ما من الروايه. لا ما اسمعني مني يا عمي، من هاللحظه هي بتبقى عندي هون وانت بحمايتي، واللي بيصير عليك بيصير علينا، وسعرك بسعر رجالي. الله يخلينا اياك يا كبير. الحمد لله اللي طلعت منها، وهلا فيني نقي يوم قتلك تنقاي يا حقير، واللي بيت اهله على مهله. السلام عليكم ورحمة الله. يا ربي دخيل اسمك كون معنا وحمينا. يا ربي دخيل اسمك بعد الظالمين عنا. يا رب يا رب بعد كل شر عني وعن بنتي. يا رب يا الله. منا ومنكم صالح الأعمال يا بنتي. كأني لمحت الكلام مراد الليلة اللي فايته، كان فيه ضجر وملل. يا خوفي يبطل يبقى ورا الزعامة ويخلي الجو لهالابن الحرام والدين. لا لا، لازم خليه راكد ورا الزعامة بإيدي وإجري، لأنه غير هيك ما رح نال مرادي، وما رح أقدر انتقم من أبو طالب وفش قهري وغلي ودموع كل هالسنين اللي مضت. مور يا قبضاي. مور قبضاي. اسمعوني منيح يا رجال، ابو حنا على وصول، وهذا تاجر ماشي جايب لنا كم راس معزه انا حاطط دم قلبي فيهم. ها لهيك بتستقبلوه بتكرموه وبتبيضوا وشي معه وبتدفعوا له حقهم اذا اجى بغيبتي. مسيك امرك قبضاي. امرك قبضاي. ما بدي وصيكم. ها وبتتفقدوهم راس راس وعلسي من دون ما يحس. الزلمة في بيننا وبينه فاتحة شغل لقدام، بتبيضوا وشي معه. أمرك قضاي. عمي حسن، هاي المالكانة مالكانتك والرجال إخواتك، وشو بدك بيصير بتتصرف أنت موانها. تروح ترجع بالسلامة يا قضاي. الله يهون دربك. يلا السلام عليكم. الله معك. أيوة هيك لك قلت لي أبو حنا بيصير. قبل ما قتلك بدي احرق قلبك على رزقك كله يا واطي، موتك رح يكون على ايدي باذن الله. يا ابو العز ليش فيها لعبه هالسيره؟ اوعك يا رمضان اوعى. خ
خمس ذهبيات ما بينقصوا ذهبية واحدة، شنو هذا الزلمة ما معه لعبة؟ خلاص بيصير خير وما بيطالعكم بالحنتور قبل ما تدفعوا له الذهبيات على دوز بارا. فهمت والله فهمت، خمس ذهبيات ما بينقصوا ولا ذهبية وما بيطلعنا على الحنتور لحتى يقبض غيره. ما قلت لي مين دبرتهم؟ هلا دبرتهم وخلص، شو بدك بالشغلة انت؟ مشي. ايه رمضان امتى رح نسافر؟ انتوا وضبوا غراضكم وجهزوا حالكم، وانا بكره بمرق لعندك على الدار مشان اشوف الذهبيات بعيني. خلص مرق بكره وشوف الذهبيات. بيصير خير. ابو العز يا ابو العز. نعم. الله يخلصني منك يا مراد اغا، مثل ما راح تخلص هالمسكين ابو العز. كيف امور الفلاحين؟ بخير الحمد لله. حروق جهز لي فطور على السريع. حاضر، راح اجيب لك كم بيضه من الانت. حروق على السريع. ليش هيك متلبك مو على بعضه؟ يا رب يا رب، انت يا كريم، انت يا معافي يا شافي، ولي علي حملة شو تقيل، حملة تقيل كتير من ناس قراب وبعض. وشلون هاي بقى يا ست نعيمة؟ مو المهم شلون، المهم نعرف مين السبب، لأنه جايز لا سمح الله ينالوا مناهم من البنت. وشو مناهم اللي ما بيخافوا الله من بنتي مريم؟ مناهون أزل بنت ولي على قلبي. وليش وليش هالضلالية بدهم يأذوا بنتي مريم؟ شو عاملت لهم؟ الله أعلم يا بنتي، الله أعلم، بس صاير شي كبير كتير 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 يا بنتي. يا لطيف يا لطيف تتلطف فينا. إيه ست نعيمة شو العمل؟ العمل بإيد رب العالمين يا بنتي، وبدنا نشتغل شغل كتير كتير. قديش يعني تقبريني؟ هذا بعلم الله يا أم طالب. ولو دخيلك يا ست نعيمة، يعني هيك إذا بتستعجلينا شوي. إن شاء الله عن قريب يا بنتي بإذن واحد أحد. ربي يجبر بخاطرك، مشان الله استعجلينا شوي وببوس إيدي. استغفر الله يا بنتي استغفر الله. حاكم البنت ارتاحت كتير بعد التكبيسة. كله بإذنه وكله بقوته وكله بإرادته يا بنتي. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ست نعيمة بركي بتجي لعنا وبتعملي لها تكبيسة تانية، الله يجبر بخاطرك. أكيد يا بنتي أكيد، البنت بدها بسملات وتكبيس وبدها تفجير دم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقصد يا بنتي بدها فد وكبش. ايه تقبريني على عيني وراسي، كبش واثنين وثلاثة وأربعة، أنت بتأمري. اسمحينا ست نعيمة. شرفت وأنس. خلينا ياكي خلينا ياكي. شرفت وأنس وتقبريني. الله معكم الله معكم الله معكم حبيباتي. ايه اختي مساعدة انتي؟ تفضلي تفضلي شرفيها. أهلا وسهلا يا خانم. تفضلي. عصمة خانم؟ يا ميت أهلا وسهلا، شرفت ونورتي بالمحلي لبعات خانم. تفضلي. ليكون اجيت بوقت غير مناسب. لا أيوه، أنتي بتشرفي بأي زمان وبأي مكان. تفضلي. أمانة لا تنحرجي، إذا كنتي مشغولة أو عندك شي لكو الحنطور واقف على الباب، تجي بوقت ثاني. لا أيوه أهلا وسهلا. تفضلي. شو كل يوم بتزورنا عصمة خانو؟ يعني ما في إحراج ما هيك؟ لا أبدا. ولا أم سلوان ساوي قهوة. أمرك يا ستي. شو رأيك تقبريني نخطف حالنا على البزورية نجيب هالكم غرض ونرجع؟ لا أيوه، بالأول بدي أخذ برأي أخوكي أبو طالب، بعدين هو لحاله بجيب الغراض. هيك قلتك؟ لكان تقبريني هيك الأصول، مدام أبوه للبنت عايش ليش أنا أتصرف من عندي؟ لك كل عمرك فهيمة وبنت أصول. يخلي لي ياك يا رب. شو بدي أقلك أختي صابر؟ خير شوفي؟ لك منو هدول الناس القراب البعاد اللي عم يشتغلوا بهالبنت؟ إلهي يشتغلوا بحق جلدهم. شفتي شفتي الله لا يوفقهم. لو انه إلها حماية، لو انه إلها سلايف، بنت احمى عم بيشتغلوا فيها، كنا قلنا فيها وما فيها، ما لها حدا. ايه بزمتي وبديني هالقصة بتحط العقل بالكف. ومريم تقبر قلبي مثل الملاك، بعمرها لا أذت حدا ولا زعلت حدا. آخ الناس ما بتترك الواحد بهمه، أصلاً هن غيرانين من عيشته. لك مينو هدول؟ بس بدي أعرف. إن شاء الله بجاه رب العالمين الست نعيمة رح تكشفهم مين هن. الله يسمع منك يا رب يا أم صابر. تعالي تقبريني تعالي. بالنسبة لموضوع نقل الملكية يا عصمة خانم، بدي إياك تحطي إيديك ورجليك بمي باردة وما تاكلي هم هالموضوع منوب منوب. أنا مالي خايفة، وجنابك وجناب الآغا بتتأمنوا على الروح، بس بصراحة كنت مارقة بالحارة وقلت بمرق بستفسر من حضرتك عن سبب تأجيل الموضوع. لا أيوه أنا بعرف هالشي. أهلا وسهلا فيكي.
وكمان بركي منتبارك بحضرتك على صبحية بكرة. إن شاء الله رح أحاول. بتشرفينا بيتك ومطرحك. يسلم البيت وصحابه. يلا أنا تأخرت صار لازم أمشي. أعطي بخاطرك. الله معك. كلامها فيه تهديد، بحال ما انتقلت المالكانة لاسمه ليلة شقلبة المخفر راح تفضح الرواية كلها. لا مو أنا ولا جوزي اللي منتهدد، جيدة هزت لي بدني، لازم أعرف كيف حل السيرة. يقصف عمرك أنت وهالزيارة. السلام عليكم يا رجال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية. أنا مراد أغا. هلا بدرو. وصل الزعيم؟ لا والله لسه. سلام عادل يا صاحبي. شرف افتح الديوان. ماشي الحال. شرف. مسعد. يا مسعد. الله لا كان جاب الغنم. فهموا لهالتيس شو صار معنا امبارح لما فركا من بيت أبو الهول. لك هيك بتسوي وشنا قدام الزلمة امبارح؟ لك الله يعدمني إياك على هالهجرة. خليتنا كل واحد منا قد الكباية. قد الكباية قد العوامة، هاي شغلتكن عمي. شغلتنا؟ لك قول بدك تهرب، بدي أملص، ما عجبوني الجماعة، كنا زبطناها مع عمك. لا تقول عمي، وإذا عجبك الزلمة صهره أنت. لك أنا متجوز، لك متجوز، لك مقوص من ببو عينك. ايتني بحق لك أربعة. تلعب بالأربعة ورأسك الخامس إن شاء الله. لك حاجتكن نقار أنت وياه. شوف يا مسعد، الجماعة عاطينك إذا الله عطى. ولي شو عطوني؟ ما عطوني شي. لك من فوق ما بيسود الوش تلتميس كمان. لك الجماعة عاطينك بنتهم بالله عيا، يعني ما بدهم منك شي، عرفانينك تمساتك امرأة. مين كنا بدي اياها من اصله؟ ابن حماك اللي بمقام عمك لك مقوص. يا عم الدبب ان شاء الله. يلي يعمي عيونك. هاي شحه وابن حماك بجلالة قدره جاي لعندك. وين؟ وين هرب العينتين؟ السلام عليكم يا رجال. وعليكم السلام، اهلين بالمهلي. نورت. اهلين. وين راح؟ زرق وراح يقضيها شوي. شو ها؟ زرق. لك شو صار ها؟ بيقضي لي اياها طول عمره مزروق. لا حول ولا قوة الا بالله. اهلين وسهلين بعمي ابو حنا، نولت المالكاني والله. مرحبا يا شباب. مرحبتين. اهلا وسهلا. معلم حمزه. شرف عمي ليك وشرف. ابو العباس. يا ابو العباس. اهلين وسهلين بابو حنا. ابو حنا الحمد لله على سلامتك. حبك الله يا حمزه. كيف صحتك ان شاء الله بخير؟ بشكر الله الحمد لله. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. يا نعيم. مو معلم. اعمل لنا بريق شاي على كيف كيفك. صبوحي يفوت المعزي على البايكه. امرك معلم. شرف عمي شرف. نورت. سيدك شرف. كيفكم؟ كيف كان الطريق؟ بشكر الله الحمد لله. شرف شرف. يا بيك اهلا وسهلا. المعلم. تاخر ابو طالب ما هيك؟ الله يوقف معه. معذور يا اخوان، الله يحمل معه بجاه الحبيب محمد. عجبك على الطرانيه اللي صارت معه؟ زمن غدار ما بيتامن. شو قصتهم هدول اللي ما بيخافوا الله؟ فضيحه ابو طالب قدام الناس باينه مثل عين الشمس. لقوا قدام مين حصلت الفضيحه؟ قدام لجنه المحافظه. حسبي الله ونعم الوكيل. اسماء العزابي صارت كلها معنا. برضو قوائم الارامل وحريم الشهداء صارت جاهزة. عم أقول يا مراد أغا، طالما أبو طالب تأخر وتأخر، خلينا نتفق شلون بدنا نبلغ الخلق. مو ليجي زعيمنا يا أبو عدنان. نحن منرتب الموضوع وبعدين منطلع أبو طالب عليها. وأنا مع هالحكي، ما بده وقفة يا أغا. لا مو حلو نبت بأمر من دون الزعيم صاحب المقترح، ولا يعتبر تجاوز لسلطة الزعامة. بس أبو طالب صاحب المقترح ما عنده مانع. حكينا بهالموضوع أكثر من مرة ولهلا ما حركنا ساكن. وبيناتنا الحكي يا أغا، الناس صارت تحكي علينا إنه منحكي وما منفعل. هذا الكلام مو حلو بحقنا نحكي وما نفعل. أنا معكم يا إخوان بكل كلمة عم تقولوها، صدقوني أنا معكم، بس لكن يعني أنا عم أحكي حسب الأصول. بعدين حتى لو كان الموضوع مو من مقترح الزعيم، لازم يحضر الحديث من أولته لآخرته يا جماعة. أبو طالب مشوش من رأسه لساسه.
وراح يضل مشلوش ومجهول لأنه ما عاد جاب سيرة. إذا هيك منأجل الرواية كلياتها، ولا يقولوا الناس إنه أبو طالب زعيمنا مهمل أهل الحارة ومو سائل عنهم. قلنا لك يا أغا، الناس بلشوا يسقوا وينقوا. مزبوط. طيب إذا كان زعل أبو طالب واعتبر هالشي تجاوز لصلاحياته يا أبو عدنان، عندي وعندي أنا كمان. أساساً أبو طالب يمكن ما يحضر العرس من كتر همومه، يعني خايف يقول بينه وبين حاله أنه طمعنا بكرمه وأخلاقه وتجاوزنا صلاحياته وواجباته. قلت لك أبو طالب عندي يا مراد أغا. طيب أنا عندي مقترح. تفضل. طالما حضرتك معاونه للزعيم بحق لك تحل محله بغيابه. بس مو اتخذ وقرر على شيء من مقترحه هو يا شيخ بلال. ويا سيدي منقول انك انت صاحب المقترح، حل بقى لحلحها. بصراحة يا جماعة خايف من زعل ابو طالب. انا ابو طالب ما راح يزعل لان كل همه يجوز الارامل والعزابية. والهدف من هالموضوع مشان نحط حد للرزيلة والفاحشة مثل ما اشرت حضرتك. مزبوط. منشان هيك طلبت التعجيل والسرعة بهالأمر يا جماعة. ونحن رح نقول للناس بأنه هذا المقترح مقترح مراد آغا، مشيها يرحم أبوك. وإذا بتحب تتكفل بالموضوع كله، لا أبو طالب ولا نحن عنا مانع. المهم نستر على العزابية والأرامل وأجرنا عند الله. يا سيدي وأنا مستعد أحمل هالمقترح هاد من أساسه لرأسه، بس يعني بصراحة ما بقدر أخطي أي خطوة بدون ما أخذ موافقة أبو طالب. ورح جيب لك موافقة أبو طالب. وأنا موافق. يا الله يبارك فيك. هلا بأخذ القوائم وبعطيهم لحريمي وزلمي وبخليهم يقوموا بهالموضوع من أولته لآخرته. بيكون أحسن. ونحن رح نتفرغ لموضوع الأواعي يلي وعدنا الناس فيها. يعني معقول جوز حبايبي ولاد حارتي بأواعي العرية أبو عدنان؟ ما فهمت. وأنا كمان. يا سيدي صايرة وصايرة ما عادت محرزة، راح نفصل ونخيط ونلبس العرايس والعرسان كمان، وكله من خير الله وخيركم. منيح هيك؟ كثر الله خيرك. وفوق هذا راح نقول انه كل هالشي من خير الله ومراد هذا. هي ابو حنان ما قلت لي ان شاء الله كل حين ومين لنشوف وشك هلا؟ لا حمزي بايك لا، من يوم رايح حتشوفني على طول. الفرنساوي تركنا بهمنا وطلع، طرقات صارت أحسن وأمان. إيه الحمد لله على الخلاص بخير. المهم عمي، هذا الشغل اللي بيننا وبينك إن شاء الله حيكون فاتحة خير علينا وعليك، وحقك بتاخده مني على دوز بارة من عيني هي قبل هي. تسلم لي يا معلم حمزة، خيرك سابق. أنا اسمح لي بدي أمشي. يعني ما بتسمع مني وبتنام عنا الليلة وبكرة بتمشي على ضوء؟ لا هالمرة اسمح لي، عندي شغل ببعلبك بكرة الصبح بكير. براحتك، توصل بالسلامة. السلام عليكم. الله معك. أهلي أبو حنا. ميسرة. حسنين. محمد. عمار. أهلا وسهلا. أهلين حسنين. كنا مارقين من هون، قلت لحالي بركي بسألك على ابن خالتك عليوة. تفضلوا تفضلوا. تفضل. بصراحة يا جماعة ابن خالتي عليوة مرجعش. طيب مو على أساس بده يجي اليوم؟ الغايب حقته معايا محمد. طيب عم أقول بركي تأخر وما رجع بشهر زمان. مش ممكن يتأخر أكتر من كده. لك عم يقول لك حسنين ما بيصير ما يرجع. يعني بكرة بعد بكرة بالكتير بيكون هون. أنا عن إذنكم. لوين؟ عندي حاجة ضرورية حعملها وارجع حالك. طيب الله معك. يكون بعلمك أنا قصت ابن خالته لحسنين ماني مطمن له بالمرة. خلص محمد شبنا، قصة بدها صبر، طول بالك. مين أهلين وسهلين زين أبو يحيى. لذلك لما خبرني أبو يحيى أنك عاوزني ضروري فعلا أبيت. خير صاير شيء؟ خير خير عمي أبو طالب خير. استجد شيء جديد؟ بصراحة يا عمي أبو طالب أنا بعثت لك خبر مشان أعرف مين من شخصيات الحارة يلي بناسبه يكون بمنصب الزعيم لو وقت أنت رفضت. ليش عم تسألني هيك سؤال لك عمي؟ بصراحة؟ طبعا بصراحة. لو حددت لي أنت هدول الشخصيات ممكن أعرف مين عم يزاحمك على منصب الزعامة. إيه وبالتالي ممكن يساعدني بمسار تحقيقاتي. صراحة ما بعرف. طيب إذا ذكرت لك أنا أسماء شخصيات من الحارة ممكن يناسبها هيك منصب، ممكن أنت تحدد لي أو يكون فيهم حدا؟ شرف. المختار أبو عدنان. المختار أبو عدنان.
طول عمره مواقفه واضحة ورجال. أنا يا عمي ما بقصد مواقفه أبدا. شيخ شو بتقصد؟ مختار أبو عدنان شخصية بارزة وممكن يكون عم يزحمك على هذا المنصب. لا 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 ما بظن. ليش؟ لأنه أبو عدنان من أكثر الناس اللي زنوا علي لأستلم هالمنصب. يعني مو ممكن يكون بيوشك شيء وبقلبه بيضمر لك شيء تاني؟ هي الله أعلم بالقلوب. يعني ما بتشك فيه؟ بتاتا. الشيخ بلال مستحيل. الأسباب؟ الشيخ بلال رجل دين وما عنده طمع بالزعامة. ايوه. بعدين بيني وبينك الزلمة لا يمكن يفكر يأسيني من دافع ديني وأخلاقي. طيب عمي انت بتشك بحدا من أهل السوق؟ بتاتا. ليش؟ لأنه انشغيلة وعلى باب الله. الخياط أبو شوكات كمان؟ لا. ليش لا لك عمي؟ حسب ما فهمت عنه انه هو زلمة متعلم ومرزوق والناس كلياتها بالحارة بتحبه. ما اختلفنا عمي، هذا الزلمة مستحيل يعمل العمايل اللي عم يصير معي. طيب مراد أغا؟ أعوذ بالله. ليش أعوذ بالله عمي؟ ليش؟ أعوذ بالله يا رجل، مراد أغا لا يمكن يفكر يعمل هيك عمايل فيه ولا يفكر بمنصب الزعامة. يا عمي ليش لا طالما عنده كل المؤهلات؟ عمي معك حق، بس هذا الزلمة حديث العهد وما صار له كم شهر راجع من بيروت. ومنصب الزعامة بهالصلاحيات كمان شغلة جديدة. أنا معك لك عمي، بس رجعته لا كانت بغرض الزعامة ولا شيء تاني. ولو هو من حقه يفكر بهيك منصب. معك حق لك عمي، أنا عرضت عليه الزعامة إذا كانت بنفسه، مو بس رفض، قال لي ما عندي هيك طموحات، نفس الوقت أملاكه هون وبيروت بدي 20 زلمة يقوموا فيها. يا ما شكت روحي ويا ما ندهى القلب، شرياني وجروحي تنده إلك يا رب، ببكوتي ونوحي تهون علي الصار. فوح يا ريحان سلم أحباب القلب.